صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك، كيفك اليوم؟ تمام رواق. بلش البرود هيك يعني، بلش شوي، بلش الجو اللي بنحبه. تماما. صباح الخير لجميع المشاهدين. اكيد بلشنا معكم مشوارنا الصباحي مثل كل يوم، ولكن اليوم فقراتنا مهمه لجميع السوريين، وكثير من المواضيع يلي بتلامس حياتكم اليوميه. بدي اتمنى لكم كالعاده بهذا الصباح والصباحات القادمه تحمل مع كل الاشياء يلي بتحبوها، الخير والصحه والرزقه يلي تستاهلوها. صباح الخير لك مره ثانيه. يسعد صباحك عن جديد عفاف. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. وبرنامج صباحنا غير مثل العاده، ساعه وربع من الوقت بنكون معكم فيها بجوله بين المحافظات السوريه، وايضا المعلومات الثقافيه والصحيه وايضا الاجتماعيه مع ضيوفنا الاختصاصيين. ولكن ما فينا نبلش صباحنا الا ونتمنى لكم كثير من الصحه والرزق، ونكون ضيوف خفاف ونصبح عليكم بغنيه. كل يوم مشاهدينا معنا مجموعة من المعلومات الغريبة والمتنوعة، وممكن نكون لأول مرة عم نسمع فيها، رح نشوفه عن ضمن فقرة هالتعالى. هل تعلم بأن السبانخ تعد أفضل أصناف الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة؟ لأنها مشبعة بالفولات، وهو فيتامين أساسي لسلامة الجهاز العصبي وتكون الكريات الحمراء. المونة عنصر أساسي بكل بيت ومن المواد المفرزة، فهل تعلم بأن تجميد الأطعمة بيسمح بالحفاظ على مزاياها باستثناء الأوميغا 3 الموجود بالأسماك، ويلي بتفقد 30% من محتواها عند التفريز؟ هل تعلم وبحسب دراسات طبية حديثة بأن التعرض لأشعة الشمس بيعزز جهاز المناعة، كما أنه قادر على تحفيز فوق أكسيد الهيدروجين المعروف بماء الأكسجين، والذي يعزز الخلايا الليمفاوية في الجسم؟ كثير من الأشخاص يلي بيعانوا من مشكلات بالمفاصل ممكن يبتعدوا عن الرياضة، لكن هل تعلم بأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن بتحسين قدراتهم على أداء الأنشطة اليومية مثل القيادة أو صعود السلالم؟ أخيراً، هل تعلم بأن حبوب اليقطين بتساعدك بالقضاء على القلق؟ ورح نبلش بأولى فقراتنا لليوم، ومثل ما قلنا عفاف رح نبلش بمحطاتنا، واليوم المحطة الطبية هي الأولى. رح نحكي عن ما يعرف بالنخر اللاوعائي، أو ما يطلق عليه بالنخر العظمي، والذي قد يصاب به المريض نتيجة أدوية محددة. المشكلة بأنه هذا المرض ما بيرتبط بعمر محدد. طبعا سلمى، اليوم ضمن فقرتنا الطبيه يعني اليوم مرض غريب شويه من نوعه، وممكن اكيد سببه تناول بعض الادويه يلي ممكن تسبب هذا المرض، النخر اللاوعائي. شو هي الاسباب الواضحه للاصابه بهذا المرض، وايضا طرق العلاج وطرق التشخيص وايضا طرق الوقايه اذا امكن ممكن نوقي حالنا من هذا المرض؟ كل هاي التفاصيل والاستفسارات رح يجاوبنا عليها اليوم الدكتور خالد نمورة، وهو استشاري بجراحة العظام والمفاصل وأيضا عضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتورين. يعني موضوع جديد شوي هيك، أول مرة نحكي عنه، خلينا نتعرف أكثر شو المقصود بالنخر اللاوعائي أو ما يعرف بالنخر العظمي تحديدا. هلا النخرة اللاوعائية اللي هي بنسميها نحن النخرة العظمية بتصيب العظام، هي عبارة عن مرض مترقي غالبا بصيب الأشخاص بين عمر 30 ل 50 سنة، بمر بمراحل متعددة بسبب اضطراب التروية، التدفق الدموي داخل العظم، أو بسبب سمية خلوية تأثر فيها الخلايا العظمية، أو بسبب أن نحن عندنا الخلايا الجذعية الميزانشيمية بصير فيها ضعف بالتمايز، فهي الحالة بتؤدي إلى تموت العظم. يعني النخرة العظمية بنسميها نحن العظم الميت أو تموت العظم. طبعا بتصيب الذكور أكثر من الإناث، خاصة مفصل الورد، مفصل الركبة بتنصاب الإناث أكثر من الذكور. أو هي النخرة العظمية بتصيب منطقة المفاصل، أكثر المفاصل شيوعا بالإصابة هو مفصل الورك، رأس الفخذ.
ممكن الركبة، ممكن الكتف، ممكن المعصم، بنسميه بالعظم الهلالي اللي هو أداء كيمبو العظم المنتصف الرسل، أو ممكن بالقدم اللي هو عند الأطفال بين عمر 5 سنوات ل7 سنوات بنسميه داء كوهلر، بصيب نخرة عظمية بالعظم الزورقي، أو أحيانا بصير برأس المشط بالقدم نتيجة إجهادات معددة بنسميها داء فرايبورغ اللي هو نمط من أنماط النخرة العظمية أو الاحتشاءات العظمية. هلأ أحيانا المرضى اللي بصير عنده نخرة عظمية ممكن ينصاب أكثر من مفصل، ممكن مفصلين أو ثلاثة. 3% من اللي عندهم إصابة بالنخرة العظمية بنشوف إنه ممكن ينصاب أكثر من مفاصل، ممكن الورك مع الركبة، ممكن الورك مع الكتف، ممكن ورك كتف ركبة. هلأ النخرة العظمية نتيجة التطور تبعها بتوصل لمرحلة إنه سطح المفصل بينهدم، تطابق المفصل بينتزع، بيأهل لانهيار المفصل والتهاب المفصل التنكسي. هي بشكل عام النخرة العظمية. دكتور ذكرنا انه سبب هذا المرض ممكن يكون تناول بعض ادوية محددة بتسبب هذا المرض. اليوم في اسباب ثانية بتسبب النخرة اللاوعائية غير تناول الادوية؟ طبعا. هلا النخرة الجافية او النخرة العظمية او النخرة اللاوعائية من اسبابها في شيء عنا اسمه النخرة العظمية مجهولة السبب. ما في سبب وهي شائعة وممكن تكون ثانوية لسبب محدد، إما هذا السبب بيكون مباشر أو غير مباشر نتيجة اضطراب التروية الدموية بأدوية محددة سواء كورتيزون أو سواء الكحول أو التدخين بيلعب دور بالنسبة لها النقطة هاي، أو نتيجة حدث ردي سواء كسر أو خلع أو رد متكرر على منطقة المفصل أو منطقة العظم اللي ممكن ينصاب بهالطريقة هاي، أو إذا عندنا نحن أذية انسدادية بالشرايين اللي داخل العظم أو الأوعية الدقيقة اللي داخل العظم، سواء في عندنا اضطرابات بالتخثر أو صمة شحمية أو صمة هوائية، أو إذا عنا المريض عند الأطفال اللي عندهم داء الخلايا المنجلية، الخلايا الحمراء اللي بتكون بشكل المنجل، هي بتسدلي الأوعية. أو مثل ما حكينا إذا في عنا أذية سمية نتيجة تشعيع، المرضى اللي بيتعرضوا لتعرض لتشعيع معين نتيجة إصابات بأمراض محددة ممكن إنه يساوي هالنقطة هي. هلأ في عنا أمراض الذئبة الحمامية بتساوي نخرة عظمية بالمفاصل، يلي عنده إصابات بالكلية خاصة قصور الكلية المزمنة، يلي عنده ارتفاع بشحوم الدم أو الكوليسترول كمان من العوامل المؤهبة للنخرة العظمية. أحيانا بعض الفيروسات بتساوي لنا نخرة عظمية، الحصبة عند الأطفال أو الحصبة الألمانية أو الحماق أو الإيدز أو الفيروس نقص الخلايا نقص المناعة البشرية، أو الفيروس المضخم للخلايا اللي بيساوي عنا التهابات بالبلغم. السرطانات ممكن يكون لها دور؟ هلا السرطانات هي من العوامل الخطورة خاصة بيضاد الدم النقوي أو اللمفاوي، هو تعتبر من العوامل الخطورة اللي ممكن تساوي لي نخرجها، بالإضافة إنه الأمراض اللي بتساوي لي استبدال للنقي العظمي بخلايا شحمية اللي معروفة بداء جوشر، تتراكم الخلايا الشحمية يستبدل نقي العظم والعظم بخلايا شحمية. هي تقريبا الأسباب اللي ممكن تساوي لنا. طيب دكتور تحدث عن كثير يعني خليني أقول تفاصيل مهمة، ولكن أعراض هذا المرض بشكل عام كيف بيشعر فيه المريض؟ هل في شيء بيكون واضح مختلف عن أمراض أخرى؟ لأنه نحن بنعرف أغلب الأمراض العظمية بشكل عام الشخص بيحس بآلام بعد ما يكون وصل لمرحلة كتير متقدمة من المرض، هل هذا الشيء كمان مع هذا النوع من المرض أو لا مؤشراته مختلفة؟ هلا بالنسبة للأعراض، هي الأعراض بتختلف حسب منطقة الإصابة. يعني إصابة سواء مفصل الورك أو الركبة بتكون الأعراض خفيفة بالمراحل الأولى تدريجية، ألم مانو مفسر بيساوي لنا ألم، هذا الألم ممكن يزداد خلال صعود الأدراج أو الانحناء نحو الأمام، أو يصير عندي تحدث بالحركة المفصل. هذا الألم بالورك غالباً بيكون بالمنطقة الأمامية أمام الورك وليس على الجانب أو الخلف، بالركبة بيكون أمام الركبة، بالمعصم مثلاً العظم الهلالي بيكون أمام الرسل. تفرق بينه وبين شيء تاني؟ طبعاً
طبعا نحن مكان الألم وتوضعه وانتشاره وبدايته بيعطينا مؤشرات للحالة اللي نحن بدنا نتجه عليها. هلأ كل ما تقدم المرض بمراحله الستة كل ما أنه الأعراض وخاصة الألم بالذات شدة، ممكن يصير عندنا تحدد ببعض الحركات مثلا بالورك الدوران الداخلي، هو أول شيء تلاقيه هو عم يفتر رجله نحو الداخل انه ما بيقدر، بيصير في ألم. ممكن يصير عنده تحدد بالحركة انه ما عم يقدر يساوي حركة بشكل جيد. بالركبة إصابات النخرة العظمية بالركبة ممكن يساوي لي انصباب باعتباره مفصل سطحي، سواء الركبة أو المرفأ ممكن يساوي لي انصباب أو فرقعة عظمية أو طقة عظمية. هي من العلامات اللي بيساوي لنا هالنقطة. هلأ عند الأطفال داء كوهلر بالقدم العظم الزورقي بالإضافة للألم ممكن يساوي لنا تورم، ممكن يساوي لنا احمرار بالجلد، حتى ممكن يشك انه هي حاله التهابيه. هي لا، هي عباره عن نخره بتصيب العظم الزورقي بالقدم. فهي تقريبا معظم الاعراض اللي بيعاني منها المريض. دكتور، لنفترض انه الشخص تاخر بالعلاج من هذا المرض او اتضح فجاه معه انه هو عنده نخر لا وعائي بالعظم، شو هي عوامل الخطوره يلي ممكن تظهر عند هذا الشخص؟ وين لوين ممكن توصل الخطوره عنده؟ هلا الاشخاص اللي انصابوا بالنخره العظميه مثل ما حكينا انه هي بتمر بمراحل مراحل. يعني بالبدايه الشكل الشعاعي للمفصل طبيعي، ما في عنده اي تغيرات، وانما نحن الاعراض السريريه وقت بنتوجه لهذا الشيء نحن بنروح لنساوي رديم مغناطيسي MRI، فهو حساس جدا ليكشف لي النخره بالمراحل الاولى اللي بيكون عندي وزمه داخل نقي. انا هون بشك انه في عندي بمنطقه محدده طبعا بمفصل محدد، بشك انه هون صار في يعني ممكن تكون بدايه النخره. اذا تم اهمال هي العوارض دكتور لوين ممكن توصل؟ حتطور لمراحل ثانيه. المرحله الثانيه بصير عندي تصلب بالعظم او افات كيسيه داخل العظم بتاشر لي. المرحله الثالثه بيصير عندي كسر تحت الغضروف او انهدام، بدايه انهدام للسطح المفصلي. يعني هون انا دخلت بالمرحله المتوسطه اللي هون انا مشعر خضر بقى صار عندي، انه اذا صار في كسر تحت الغضروف وانهدم السطح المفصلي معناتها انه المفصل رح يتطور لالتهاب مفصل تنكس وبتشوه راس المفصل، خاصه بمفصل الكتف او مفصل الورك. راس المفصل بصير مسطح، العظام الصغيره كمان بصير مسطحه ومشوهه ومتصلبه. نهايه هالشيء هذا بيوصلني لالتهاب مفصل تنكسي، يعني تخرب المفصل. هون بقى بدنا ندخل باجراءات مختلفه تماما. هل في تحاليل معينه بتساعد؟ حضرتك كنت عم تشرح لنا فكره مهمه انه التصوير الشعاعي ما بيبين باوله ان النخر، لكن الالم بيكون هو الدلاله عنكم. هل في تحاليل معينه يعني اكثر عمقا اكثر من التحليل الشعاعي او التصوير الشعاعي؟ طبعا يعني النخره العظميه هي غالبا تشخيصها شعاعي. وبدنا نبحث عن شو سبب النخره العظميه. وقت منشك انه في سبب مستبطن، يعني هي عباره عن اصابه ثانويه لمرض معين، مثلا المريض بياخذ كورتيزون سواء حب او ابر، او عنده مرض داخلي هو بيعطي فرط كورتيزون الدم من الغده فوق الكليه اللي بنسميها الغده الكظريه. فنحن بدنا نطلب تحاليل خاصه لنشوف انه مستوى الكورتيزون بالدم شو الوضع. المريض اللي عنده مثلا التهاب مفاصل رسواني وصار عنده خاصه بمفصل الورك او اي اصابه التهابيه بمفصل الورك، مفصل الورك كثير حساس، اي انصباب يعني كميه صغيره من السائل داخل المفصل ممكن تعرض الاوعيه الدمويه اللي بتغذي راس الفخذ لخطوره انه تنضغط او تنسد، وبالتالي ممكن يعرضني للخرجة. فشيء طبيعي انا اشوف انه هل هي في اصابه رسوانيه ادت له ساوت لي هالمشكله هي نتيجه الانصباب او ما شابه ذلك. هي غالبا معظم وانما هو التشخيص غالبا شعاعي. الصور البسيطه العاديه، الصور العاديه بالبدايه بيكون ما في شيء، حكينا نلجا للرنين المغناطيسي او
عن طريق الومضان العظمي او الطبقي المحوري سيتي سكان كرمال نشوف امتداد الاصابه او امتداد الاذيه خاصه بمفصل الركبه. طيب دكتور ذكرنا بالبدايه انه في ادويه محدده لا بتسبب الاصابه بهذا المرض، فينا نحن نذكر او نتذكر هي الادويه شو ممكن تكون؟ الدواء الاساسي هو الكورتيزون سواء حب أكثر شيء عن طريق الإبر. بالنسبة للمرضى اللي عندهم ربو أو عندهم فرط حساسية أو عندهم صارت حالة التهابية وعكة معينة قريب بيروح مثلا عند الصيدلي بياخد إبرة كورتيزون مع مسكن أو بياخد مثلا دواء كورتيزون بتلاقيه بيرتاح بسرعة من الأعراض وإنما قد يوقع بمشكلات تنخر. هلا ما بدنا نخوف العالم كثير لأنه في أشخاص لذلك يفضل دائما استشارة الطبيب ما تاخد أي دواء لحالك. يعني الكورتيزون هو سلاح ذو حدين بيريحك بس ممكن اذا ما انعطى بجرعه نظاميه فتره محدده ممكن يساوي لي مشاكل، فلذلك يفضل بكل حاله استشاره الطبيب. طيب دكتور حكينا عن كثير تفاصيل، خلينا نبلش بالشيء اللي يمكن الكل ناطره، مراحل العلاج، هل له مراحل معينه؟ امتى ممكن يكون في تدخل جراحي او لا هو علاجه لا يحتاج للجراحه؟ هلا بالنسبه للعلاج هو بشكل عام للنخره العظميه العلاج اول شيء بدنا نحن نستكشف السبب يلي ادى للنخره العظميه وتدبير هذا السبب، سواء في مشكله غديه او في مشكله بالكليه او في عنده التهاب مفاصل او في مثلا اورام سرطانيه دمويه او اي حاله من العوامل او الاسباب اللي حكينا عنها. والمراقبه خاصه بالنسبه للاصابات اللي بتصيب مثلا الرسغ أو القدم، هي عملية رياحة مع مضادات التهاب غير السترويدية كمسكنات، وممكن نحن نستخدم جبائر داعمة سواء للرسغ أو القدم أو الركبة لتخفيف الآلام. هلا المعالجة غير السبب إنه نحن ندير بالنا على السبب، هذا بيعتمد على المرحلة، بالمراحل الأولى تختلف من مفصل لمفصل. يعني مفصل الورك بيختلف طريقة علاجه عن مفصل الركبة، بيختلف طريقة علاجه عن مفصل الكتف، بيختلف عن المعصب اللي بتصيب على القدم، النخرة العظمية اللي بتصيب هالمناطق هي. بمفصل الورك بالمراحل الأولى أي حادث رضي أو حالة التهابية بتصيب مفصل الورك يفضل إنه نحن نساوي بزل للمفصل لتخفيف الضغط على الأوعية الشعرية يلي بتعطي أو الأوعية الدموية يلي بتروي المفصل. في مواد محددة بالمراحل الأولى ممكن نعطي أدوية البايفوسفونات، هي بتثبط الخلايا اللي بتكسر العضو، بنفس الوقت ممكن الدراسات الجديدة إنه بتعطيني فائدة بالنخرة العظمية بالمراحل الأولى يلي قبل ما يصير انهدام سطح مفصلي، قبل ما تكون الآفة كبيرة. في المواد اللي بتعدل الكوليسترول، مواد المعدل للكوليسترول، بعض الدراسات قالت انه ممكن تفيد ببداية النخرة العظمية بمفصل الورك حصرا. هلا وقت بتتطور لمرحلة ثانية او ثالثة ممكن نحن نساوي ندخل بقى بالتدخل الجراحي بالنسبة لمفصل الورك يلي هو ممكن إزالة الضغط أو المعروفة عن طريق التثقيب، ممكن هذا التثقيب نضيف له طعم عظمي أو بدون طعم عظمي. وحاليا في تقنيات جديدة إنه بإزالة الضغط عن طريق التثقيب ممكن نحن نساوي حقن بالخلايا الجذعية أو البلازما غنية الصفيحات أو الشحوم اللي هي بتعطي بحاول إعادة تجدد العضو، بنفس الوقت تخفيف الضغط أو التثقيب بيريح كثير من الألم نتيجة أنه أنا خففت الضغط اللي داخل الألم. بالمراحل المتقدمة أنا صار عندي انهدام للسطح المفصلي وتنكس للمفصل، هون بقى أنا بدخل بإما إذا الآفة يعني متوسط الحجم على الرنين المغناطيسي بخزع عظم وبحاول غير اتجاه المفصل لخفف الضغط عليه، أو بروح لموضوع تصنيع المفصل مركب مفصل صناعي طبعا حسب العمر نحن بنختار نوع المفصل أو ما شابه ذلك. هلا بالنسبة للركبة في حالة من تنخر العظام، هي مسمية تنخر النخرة العظمية بالركبة عفوية المنشأ، حالة بتزول لحالها بمنطقة باللقمة بالجهة الأنسية أو اللقمة الأنسية للفخذ يعني الجهة الداخلية للركبة بشكل هلالي
بيساوي ألم وانصباب. هي الحالة مجرد شوية مسكنات ومجرد الرياحة وتخفيف نشاط ممكن تزول لحالها، بينما الحالات الثانوية بمفصل الركبة بالذات ممكن يساوي لي أكثر من منطقة، ممكن تكون داخل مشاش العظم أو داخل المفصل، أو ممكن تكون بجزء المتاخي من المشاش اللي بسميه كردوس العظم اللي فوق المشاش تماما يعني خارج المفصل. هي الحالات بالركبة قد تكون متعددة، يعني ما نقفة صغيرة واحدة، ممكن تكون اثنين ثلاثة أربعة، عدة مناطق تصاب بالنسبة للركبة. وقت نحن بنشوف انه الأعراض ما تحسنت على الراحة والآفة عم تكبر وعم تنتشر، هون نحن بندخل بقى بطرق جراحية، إما عن طريق خزع عظم إذا كان في عندي سوء تمحور بالمفصل، أو بندخل لمفاصل جزئية سواء لحجرة واحدة بمفصل الركبة، يعني المفاصل واحدة الحجرة المنطقة المصابة، أو مفصل الركبة كامل. الكتف نفس المبادئ تقريبا. إذا بنروح نحن على المعصم اللي هو داء كيمبو، علاجه بالمراحل الأولى بس مجرد راحة وتخفيف النشاط، الحركات اللي بيساوي إجهاد على المفصل أو دورانية أو عطف أو بسط بالأعمال الجهدية، هي نحن بنحط شبيرة مع مضادات التهاب غير السرية ومسكنة ممكن تتراجع الحالة ويرجع العظم للنشاط. بالمراحل المتقدمة من هي الإصابة ممكن ندخل بقى بالحالات الجراحية ما بين مثلا خزع للعظم أو تقصير عظم الزند، أو ممكن ندخل بقى بتثبيت جزئي لعظام الرسغ أو تثبيت كامل أو اللي مسميه الإيساق. بالنسبة للقدم اللي هو داء كوهلر عند الأطفال حكينا بصير بين 5 إلى 7 سنوات، غالبا العلاج يعني من دون جراحة، حالة بتصير عند الأطفال مجرد شوية مسكنات شوية قالب جبسي لراحة القدم، وإنما هي الحالة عند الأطفال ممكن التحسن يصير بين يعني من 1 إلى 3 سنوات بالنسبة للإصابة. أمشاط القدم من النخرة العظمية بأمشاط القدم كمان على نفس المبدأ، علاجها بالبداية بالمراحل الأولى قبل ما ينتزع المفصل هو علاج تسكين، وقت المفصل بوصل لمرحلة معينة بصير علاج جراحي. طبعا بالختام دكتور بنتمنى السلامة للجميع أكيد، ويرجى الانتباه لما بياخذوا أهم شيء الكورتيزون أكيد. وبنتشكرك دكتور خالد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك ولكل المعلومات القيمة اللي عطتنا إياها دكتور، شكرا لك. شكرا. أما هلأ عفاف رح نروح لمحطتنا التالية، وتحديدا بين سلسلة جبال القلمون تقع هذه المدينة الغارقة في عبق التاريخ، من أقدم المدن الجميلة المسيحية الموجودة في سوريا، قبلة الزوار والتي تعرضت للإرهاب ولكنها نفضت غبار الحرب وعادت من جديد. معلولة والتفاصيل بالمادة التالية. معلولة مدينة سورية تقع في شمال شرق دمشق على بعد حوالي 56 كيلومتر، اسمها يعني المدخل بحسب اللغة الآرامية. تشتهر بوجود معالم دينية مقدسة ومعالم قديمة هامة يعود تاريخها للقرن العاشر قبل الميلاد، كما أن السكان لا يزالون يتكلمون باللغة الآرامية. تحتوي معلولة على معالم تاريخية متفردة أهمها الأديرة والكنائس والممرات الصخرية، وعلى أثار دينية قديمة وهامة أهمها كنيسة بيزنطية قديمة وأضرحة بيزنطية منحوتة في الصخر في قلب الجبل، كما يوجد فيها دير مرتقل البطريركي. تتميز بيوت معلولة بارتفاع بعضها فوق بعض بطبقات، بحيث لا تعلو الطبقة الواحدة منها أكثر من ارتفاع بيت واحد، لتتحول بذلك سطوح المنازل إلى أروقة ومعابر لما فوقها من بيوت لتكون ذات طابع مميز. هذه المدينة الروحانية تزدحم بزوارها في المناسبات والأعياد الدينية، ورغم كل الظروف بقيت بوصلة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم. وانتقالا لفقرتنا الثانية وهي اجتماعية، كثير اليوم من الأشخاص عم يعانوا من مشكلة يلي هي إنه عدم التواصل، إن كان حتى بالأعياد أو المناسبات أو حتى التعازي صارت الناس عم تتواصل مع بعضها، أو صار مفهوم العلاقات الاجتماعية عبر الموبايل أو التاب ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني نحن بنكتفي إنه ننشر بوست أو نبعث مسج لهذا الشخص من دون ما نتواجد معه بشكل شخصي.
أكيد عفاف، الفردانية هي حالة أو صفة أصبح يتسم فيها هذا الجيل وهذا المجتمع بشكل عام، وهي هدف من أهداف طبعا ما تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا وتأثيراتها، وهي سلخ الفرد عن المجتمع بالبداية من أسرته وصولا إلى كل من يستطيع التواصل معه، فبالتالي أصبح معني بنفسه فقط، وإذا أراد أن يتواصل مع الآخر فهو عبر شاشة الموبايل أو شاشة التاب أو الكمبيوتر. لهيك اليوم رح نحكي عن خطورة هاي الظاهرة وتأثيراتها ليس فقط على الإنسان وأيضا على المجتمع بشكل عام، وغيرها من كتير الأسئلة والتفاصيل يلي رح جاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة تغريد مسلم، طبعا دكتورة في جامعة دمشق واختصاصية في علم الاجتماع. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم نحن عم نقول مصطلح الفردانية، ممكن هو يشمل عدة معاني عدة أمور، ممكن اليوم الشخص يلي هو يتصف بالفردانية ما يعرف حاله أنه هيك، فلهيك خلينا نعرف مصطلح الفردانية. الفردانية هي يعني نزعة الشخص، أو خلينا نقول يعني توجه الشخص ليكون عنده استقلالية، استقلالية بذاته بقراراته باتجاهاته وبسياسته لتحقيق أهدافه، بياخد نمط الفردية وبيكون ليحقق مصالحه الشخصية أو مصالحه الخاصة. والحقيقة هي يعني صار ظاهرة عالمية، ليست فقط أنه يعني بتخص مجتمع محدد، وإنما إذا لاحظنا بنشوف إنه كل العالم أصبح في عنا توجه نحو هالظاهرة هي، أو أصبحت شائعة، وخلينا نقول من دول لأفراد. صحيح، ومثل ما حكيتي دكتورة اليوم هذا أصبح سمة يتصف بها هذا العصر، وهو التوجه للفرد بحد ذاته بعيدا عن مجتمعه. خلينا نحكي أكثر اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أداة من الأدوات للوصول للفردانية، فابتعاد الشخص عن التواصل الاجتماعي الحقيقي ولجوءه للتواصل الافتراضي. صحيح، إحنا لقينا بوسائل التواصل شماعة ظريفة فينا نحط عليها كل مشاكلنا. صحيح، وهي مسبب، وهي أداة مساعدة ومسهلة لحتى يكون الشخص على هالوسائل، وطول الوقت اللي عم يقضي على وسائل التواصل هاد بتخليه يبعد عن المحيط الاجتماعي ويصير ضمن قالبه الخاص، أو ضمن يعني خلينا نقول فرديته الخاصة مع هالمجتمع الافتراضي، فهو بعد عن هالمجتمع، عن علاقاته الاجتماعية، عن أسرته، عن إخوته، عن أصدقائه، وبدأ مقيد بهالوسيلة اللي هو كل الوقت عليها. وهون منقول إنه نحن حطينا وسائل التواصل هي كانت أداة، لكن المشكلة وجذورها الأساسية خليها ترجع إلنا ولأسرنا ولحياتنا. يعني المسبب الأساسي، أو خلينا نقول نحن السبب الأساسي، هو نحن بالدرجة الأولى بعدين وسائل التواصل. دكتورة اليوم مواقع التواصل يلي هي محور حديثنا لليوم انه حلت مكان كتير قصص واغنت عن كتير مشاركات، يمكن وصار الشخص يأثر بكتير التزامات او مسؤوليات، ممكن حدا من العيلة يتوفى، فهون الاشخاص بما انه اليوم عم نخص الشباب اكتر شيء ما يروحوا يؤدوا الواجب، اي فرح اي مناسبة حتى اي اطمئنان، صار خلص الموبايل هو أساس هاي الحياة يلي هو عايشها بدون أي مشاركة بالمكان والزمان. اليوم كيفنا نحن نحط حد فاصل إنه خلص نحن نمارس حياتنا العائلية والاجتماعية وعلاقاتنا وصداقاتنا بعيدا ما يكون في هذا الحد، أو خلينا نقول الحاجز الكبير. صحيح، يعني الحقيقة مو بس الشباب، هي صغار وكبار وشباب وكل الفئات العمرية هي أصبحت منقادة خلف هالشاشات، مع أنه تسميتها تواصل اجتماعي لكن هي بعيدة عن الاجتماعي، هي تواصل لكن تبعدنا عن الاجتماعي، تبعدنا عن علاقاتنا، بتبعدنا عن الـ عن عن, عن الـ خلينا نقول العلاقات اللي هي كانت سمة لمجتمعاتنا أو حتى لوجودنا الإنساني، لأنه ابن خلدون بيقول الإنسان هو كائن اجتماعي. لما أنا أصبحت خلف هذه الشاشات وأصبحت بهالفردانية مثل ما قلتي حضرتك، لا أنا بدأت أنزل
جزئي وبعدين مخاطرها فيما بعد حتكون خطيرة جدا، يعني حيكون عندي تفكك بالعلاقات الاجتماعية، تفكك بالأسر، تفكك بالمجتمعات. أصبحت المجتمعات تواجه خطر الاندثار بوجودنا هالفرداني حول هالشاشات، أو حتى ليش؟ لأنه هي عملت لي نمط حياة، فأصبحت قراراتي، سلوكياتي، تصرفاتي، كل حاجاتي أصبحت فردية ولشبع مصالحي الخاصة، وأصبحت مصالح مادية، والأنا هي السائدة، يعني النرجسية صارت السائدة بكل بالواقع الطبيعي والافتراضي كذلك. نرجع لنحن أنه كيف نحن نعمل لنا نحن السبب الأساسي هو نحن، هي الأسرة، هي الأسرة اللي هي يعني خلينا نقول استهانت أو تخلت عن قيمها الاجتماعية وبدأت تواكب العصر، نسيت العلاقات والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية اللي نحن بننقلها من جيل إلى جيل، وبدأنا كلنا منقادين ورشاشات التواصل لا نعبي وقتنا أو لنضيع وقتنا، ولا نعبي وقتنا لنضيع وقتنا لأنه الوقت فارغ من أي إنتاج عم نقضيه كله وراء وسائل التواصل. فلذلك ما منشوف أنه نروح يعني وفاة أو زواج أو أي مناسبة منكتفي به أنه يعني تهنئة عبر وسيلة التواصل، عبر رسالة نصية أو عبر رسالة على الواتساب، أي وسيلة حسب كل مجتمع منبعتها، وأنه خلص أدينا دورنا. طيب أنا هون كل ماني عم ببعد عن هالجماعة، وبعدي عن الجماعة أو بعد هالأفراد عن هالجماعة رح يكون في له مخاطر نفسية واجتماعية على الفرد وفيما بعد يعني على المجتمع. طيب دكتورة، مو هذا هو المراد؟ يعني نحن اليوم إن كانت الفردانية أو ما يترتب على الفردانية من شعور العزلة، من كلمة أنا ما دخلني، ما إلي علاقة، شو ما صار يصير، وبعدها دوري بالمجتمع حتى أنا إذا شفت شيء غلط ما عندي استعداد أتدخل وصلحه اليوم. صحيح. يعني أنا صرت بس يلا نفسي فقط لا غير، وبالتالي هذا ساهم اليوم بحالة كتير كبيرة من المشاكل اللي عم تعيشها بلداننا، وخصوصا بالحرب، يعني مو بس بالأيام الطبيعية. فمو هي هي الغاية اليوم من زرع هي القيم؟ صحيح. يعني عم نشوف فيديوهات على السوشيال ميديا بيطلع لك شخص بيقول لك أنت ما لك مضطر تكون منيح كل الوقت مع العالم. صحيح. اللي بده يكون معك منيح أهلا وسهلا، ما بده يكون معك منيح انساب. صحيح. يعني قيم كتير، الشهامة، الكرم، غيرها كلها صرنا نشوف هلا انه لا ما لك مضطر تكون هيك. صحيح. وهلا عم نقول انه نحن باسرنا بمجتمع بدانا نتخلى عن القيم اللي نحن ورثناها، وعم نلحق القيم الرقميه، القيم الافتراضيه، مثل ما بيقول لي هذا اليوتيوبر او هذول اللي المؤثرين، ما يدعوا المؤثرين اللي بيطلعوا كل حدا وما معروف شو خلفيتهم، ان كانت للعلميه ولا اللي ان كانوا هن اصحاب اختصاص ولا لا، كل حدا بيسمع بيحصل على بيجمع كم كلمة وبيطلع بيعمل بشكل معين، بألوان، بلبس معين، بمظهر معين، وبيبدأ لحتى يعمل لايكات أو ليحصد جمهور أكثر، وصار هو المؤثر، صار يعني الكل بده ينقاد، ويصير أنا كمان بدي يصير مثله، كمان بدي أجني أنا يعني شهرة، وبدي أجني مال كمان مثلي مثل هذا، وصارت الوسيلة الأسرع. فلذلك نحن هون صار ضروري كتير أنه نحن نرجع لضوابطنا الأساسية، لقيمنا الأساسية اللي إحنا تربينا عليها، لأخلاقنا، لعاداتنا، لتقاليدنا، ونوضع حدود، نرجع للحدود. دائما أنا بقول الحدود هي سبب كل المشاكل. أنا لما بوضع حدود أنا بضل بتقيد ضمن نمط معين، أو خليني ضمن مستوى معرفي ما أني أنا أضبط فيه وصول هالمعرفة لإلي ولأبنائي كمان. فلذلك نحن بدنا نرجع لقيمنا ولعاداتنا، ونرجع لدور الأسرة، ترجع دور الأسرة هو الضابط للأبناء. وكمان أنا ما بلغي دور المؤسسات الأخرى، لكن بدأت بالأسرة لأن المؤثر الأساسي، لكن كمان ما بنلغي دور المؤسسات الأخرى اللي هي كمان لازم تلعب دور الضابط، وحتى نحد من انتشار هالظاهرة أو تفاقم انتشار هذه الظاهرة. طيب دكتورة تغريد، ممكن اليوم الشخص الفرداني في منحة للفردانية ممكن يكون إيجابي اليوم؟ مثلا أنا بدي أوقي حالي من الطاقة السلبية اللي بتكون بهذا المكان، لهيك خلص بكتير
اختفي، اني ابعث مسج ما اروح واخذ هاي الطاقه السلبيه لاني انا تعبان، او تفاديا للمشاكل، او بلاقي انه العزله او هاي الفردانيه يلي هو عايش فيها هي اريح لباله وبعيدا عن الضغوطات يلي عم يمروا فيها الاخرين. شو رايك؟ ينسحب. نحن الفرد لما بيكون مع الجماعه يصبح مؤثر ومتاثر، يعني بحقق وجوده كيانه وذاته، وخلينا نقول يعني ولاء للجماعه بوجوده ضمن الجماعه، لكن اني انا اكون بفردانيه وانه انا اريح لي لريح بالي وحتى ما اغلط وحتى ما يكون عندي اثار سلبيه، لا بالعكس نحن ودينا حالنا لسلبيه اكثر ولمشاكل نفسيه فيما بعد، يعني رح يكون في عنا اكتئاب، رح يكون في عنا دونيه، رح يكون في عنا قله ثقه بالنفس، لانه انا ثقتي واحترامي ووجودي هو مع الاخر. ونحن بنلاحظ يعني انت لما بيكون عندك اي مشكله ما انت بينك وبين نفسك حتشوفها كبيره كثير، لما بتطرحها مع الاخرين بتلاقيها صغرت، وشوف وخاصه لما بتسمع اراء من الاخرين بخف تاثيرها كثير عليك، بتبدا بتشوفها صغيره. اما ننطوي داخل ذاتنا، لانه هون الفرديه ودتني للانطواء، ننطوي داخل ذاتنا ونبدا بمعالجات ما عم نعرف هي صحيحه او ما انا صحيحه، رح يكون صرنا مرضى نفسيين فيما بعد. اكيد مثل ما قلتي دكتوره، طبعا الحديث معك يطول ودائما معلومات شيقه من حضرتك، رح يكون لنا لقاءات قادمه نتوسع اكثر. ومثل ما قلتي هو الاساس انه يبطل الانسان إنسان اجتماعي، المفروض ينسلخ عن هذا الشيء، يصير روبوت ماشي وراء التكنولوجيا. شكراً لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. صحيح، نحن ما لازم خلينا نستخدم التكنولوجيا لمنفعتنا، والمشكلة هي بالاستخدام، بطريقة استعمالنا، ونرجع لإنسانيتنا ونرجع لمجتمعاتنا ولعلاقاتنا، ونرجع نجتمع كلنا مع بعض ونتبادل يعني المحبة والاحترام وكل شيء مع بعض. شكراً لك دكتورة تغريد، وأكيد موضوع اليوم جدا مهم لكل شخص ممكن يفكر حاله انه انا عايش بسلام داخلي اذا انا لحالي، فهالشيء غلط. اكيد كل شيء بالتوازن، من حق الشخص يكون لحاله ولكن من حق المجتمع عليه انه يشاركه. مشاهدينا رح ننتقل معكم لتقرير جدا مهم، كمان رح نحكي عن فوائد الفواكه الصيفيه، واهم البطيخ قد ايه اليوم له فوائد على الاوعيه الدمويه والشرايين، رح نعرف ضمن هالتقرير التالي. البطيخ الأحمر فاكهة الصيف المنعشة. يعتبر البطيخ الأحمر من صنف القرع، وهو أحد أشهر الفواكه الصيفية المحببة التي تساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة. فوائد البطيخ للجسم كثيرة، منها يحافظ على الجسم رطباً، حيث يحتوي البطيخ الأحمر على ما نسبته تقريباً 92% من الماء. يحافظ على صحة الكلى نظراً لما يحتوي عليه البطيخ من الماء والمعادن، فيساعد على تنظيف الكلى ولذلك يحدث التبول المتكرر، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يخلص الجسم من المواد السامة ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ويقلل أيضاً من نسبة حمض اليوريك في الدم. من فوائده أنه يحتوي على مواد تقوي مناعة الجسم مثل فيتامين A وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وفيتامين C. يساعد على فقدان الوزن كونه لا يحتوي تقريباً على سعرات حرارية، فكل 100 غرام من البطيخ الأحمر يحتوي حوالي 24 سعرة حرارية فقط. يساعد أيضاً على نضارة الجلد والبشرة، فالبطيخ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تحارب التجاعيد. يساعد على التخلص من الإمساك، حيث باحتوائه على الألياف القابلة للذوبان ونسبة مياه عالية يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله والوقاية من الإمساك وحماية الكولون. هو أيضاً علاج لآلام العضلات. وفقاً للعديد من الدراسات، وجد أن فوائد البطيخ الأحمر كبيرة في تقليل ألم العضلات وعلاجه وخفض معدل نبض القلب للرياضيين، وخاصة بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على مادة أسيترولين. ينصح أن لا يضع البطيخ الأحمر في الثلاجة ليومين أو أكثر، بل يفضل تناول البطيخ كاملاً للحفاظ على المواد الغذائية من الفيتامينات، ولهذا يفضل شراء البطيخ الأحمر بحجم يكفي ليتم تناوله في اليوم الواحد.
ما في اطيب من البطيخ خصوصا بالشوب وبالصيف. يا ريت بيضل لبعد الصيف. هلا صار موسمه الاساسي على فكره بالشهر التاسع. هلا يعني قرب يخلص. المهم هو من اطيب الفواكه. رح نروح لفقرتنا القانونيه ونحكي عن حقوق المراه. جزء مهم كثيرا مما تجهله المراه هو كيف تستطيع تحصيل حقوقها عبر القانون السوري اللي كفل الى كثير من التفاصيل. اليوم رح نحكي عن مفهوم الاراءة او النفقه الزوجيه وكيف تعامل معها القانون السوري. تماما سلمى. اليوم النفقة امتى بتحق للزوجة بالضبط وبأي وقت وشو بيكون مقدارها ايضا والاجراءات وحالات سقوطها؟ في بعض الحالات بيتم سقوط النفقة للزوجة وايضا شو هي الشروط القانونية يلي بتتعلق بموضوع الإراءة بعد الطلاق؟ كل هي المواضيع والبنود رح تجاوبنا عليها ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستوديو الأستاذة المحامية لما الجمل. صباح الخير أستاذة لما وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذة لما وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك من النفقة. يعني دائما تسأل المرأة شو هي النفقة وشو شروطها كيف بيحق لها النفقة؟ بالتعريف هي حق الزوجة بالإنفاق عليها مأكل ومشرب مسكن طبابي وخدم إذا كان لأمثالها خادم. يعني إذا هي بأخذ أهلها وأهلها وأهل بيت حماها عندهم خدم فهو حتى واجب عليه يجيب لها الخادم أو الخادمة. لا هي تفاصيل غريبة أول مرة عم نسمع. لا ما أنا غريبة هي موجودة بالقانون من الأصل. أه. فنفقة كل شيء كل حق هو حق للزوجة في إنه يأمن لها كل متطلباتها بالحد الكافي وليس بالحد الأدنى. تمام. فقرتنا اليوم جدا موالية للمرأة يعني مناصرة. نعم. للمرأة. طب خلينا استاذة نعرف النفقة اليوم قد ايه بيكون مقدارها النفقة الزوجية وكيف ممكن تتحدد؟ هو اليوم اذا في خلاف بين الزوجة والزوج على موضوع النفقة الزوجة بتروح بتطلب من القاضي يحدد لها النفقة تبعها على اساس ما في داعي تكون عم تطلب الطلاق لتطلب حقها بالنفقة. متى ما وقف الزوج انه يعني ينفق عليها او ينفق عليها بالحد الكافي بتروح بتشتكي للقاضي بتقول له انه انا احتاج كذا وكذا وكذا وزوجي ما عم يأمن لي اياهم وعلى اساسها حسب يسر وعسر الزوج كمان مشان ما يكون عم يحمله زياده فوق طاقته. على هذا الاساس بتتحدد مقدار النفقه. مقدار النفقه ما هو شيء ثابت بيتغير تقريبا كل 6 شهور الا في الظروف الاستثنائيه. يعني اقل شيء اقل مده 6 شهور ممكن تكون لحتى تكون عم تطلب تغيير مقدار النفقه اللي بحطت لها اياها القاضي. النفقة هي ما بتسقط بأي حال من الأحوال غير لتبري أو يؤديها. يعني بيضل حق برقبته وبتضل عم تطالبه فيه لحد ما يا أما يعطيها يا أما تنزل تعم تعمل له أنه أنا أبريت ذمته من هاي النفقة. شو كمان؟ طيب أستاذة لما البعض بيتزوج ولكن ما بيقعد فترة طويلة. يعني مثلا كتير صرنا عم نشهد حاليا للأسف بعض أنواع الزواجات اللي بتنتهي بعد 3 شهور 4 شهور. حضرتك قلتي شيء معين 6 شهور. يعني إذا كانت هي متزوجة وما مرق عليها 6 شهور وطلقت بحق لها تأخذ نفقة أو لا؟ من تاريخ زواجها بزواج صحيح هي نفقتها. يعني في ناس لك إذا ما عندها أولاد أو إذا تزوجت وطلقت بكير ما بيحق لها نفقة. النفقة حق للزوجة سواء بأولاد أو بغير أولاد. عاشت معه 20 سنة بلا ولد ولا عاشت معه نهارين بلا ولد شو دخل هي بهي؟ النفقة حق للزوجة سواء نفقة الأولاد شيء ثاني ما له علاقة بنفقة الزوجة. النفقة الزوجية العلاقة بالزواج متى ما كان هذه المخلوقة شرعا وقانونا زوجته صار مسؤول عن نفقتها بالحدود الدنيا اللي حكينا عليها. بس كمان بأنه عم نحكي إذا مثلا وقف عن نفقتها مثلا بعد 5 سنين ما تزوج وضلت هي 5 سنين ما حكيت إنه بدها نفقة بتضلها بطالب عن 5 سنين السابقين؟ لا معها بس 2 سنين تطالب عنهم. فهي كمان هي القصة أنا مثلا بتقول لك أنا صبرت عليه 10 سنين 5 أنا أنفق عليه وما أنفق عليه بالخمسة الثانيات بحق لها فقط تطالب عن نفقة 2 سنين مو أكثر. إيه فما له علاقة قديش هي عاشت معه قد عندها أولاد ولا ما عندها أولاد. النفقة حق الزوجة بمجرد الزواج الصحيح. طيب أستاذة اليوم هيك في سيدات كتير بيخافوا من موضوع الانفصال بيقول لك أنا مشان الأطفال ما بقى فيني شوف أولادي يمكن هي ما عندها مقدرة إنه هي تأخذ أولادها يعيشوا عندها. فهون في الإراءة قانون الإراءة هي بحق لها تشوف أولادها. هلأ بدنا نتعرف من حضرتك على موضوع الإراءة كيف ممكن هي تشوف أولادها وفق القانون السوري.
معلش بس ارجع لنقطه صغيره، هي باجتهادات محكمه النقد موجوده، ما انا موجوده بالقانون صراحه، انه اليوم وقت بيطلق الزوجه هو ملزم انه يامن لها المسكن مع الاولاد لحتى تكون هي اذا هي الحاضنه لحد ال 15 سنه. فنحن هي الفكره اللي اليوم ما عم كثير يطالبوا فيها، عم تضطر تعطي الولد لانه هي ما عندها مثلا المسكن الملازم او هي ما بتقدر تنفق على اولادها. نفقتهم ومسكنهم للاولاد على الزوج. بس هي قلتي حضرتك نقطه مهمه انه هي موجوده بالاجتهاد، بس الاجتهاد قانون. تمام، لانه في ناس بتقول لك ما انا موجود عندنا ماده ضمن قوانين الاحوال الشخصيه بتخليه يلزم انه هو اجتهاد قانون. اجتهادات محكمه النقد شو اسمه تعتبر نصوص قانونيه ويقاس عليها قانونا، يعني تاخذي اجتهاد محكمه النقد بالطبقي لانه هي تشرح القانون في حال وجود الغموض او الخلاف. يعني اذا انت اليوم في تفسيرين مخالفين، اليوم محكمه النقد هي اللي بتشرح هذا الحكي، خصوصي لما بيكون مثلا هي بما انا محكمه قانون انا حفوت بشغله ما لها علاقه بموضوعنا، كونها محكمه قانون وعم تشرح الناس تعرف كيف القانون كيف القانون لازم يكون عم بيصير تطبيقه، هي هذا اختصاصها لمحكمه النقد. فكل شيء بيطلع عنا نحن بيجمعوه بمجلات ويعد مثل بمثابه القوانين. ولذلك نحن اليوم بنرجع لموضوعنا انه هي القانون يؤمن الظروف اللازمه لانها تحضن اولادها، بس المشكله التطبيق طولة الوقت والاجراءات القانونيه هي اللي عم تضطر تخليها ترجع، وغالبا النفقه القليله اللي عم تحكم فيها المحاكم، لانه كمان غالب الرجال عم تثبت عسره ما عم تثبت اسره. فبنرجع للاراءه، اليوم الاراءه هي حق للرجل الاب والام برايه اطفالهم لحتى يطمنوا عليهم والطفل يكون عم يتواصل معهم، يعني هي تحقيق على جانبين، رضا الطفل عن علاقته بابوه وامه، ورضا الاهل عن علاقتهم باولادهم، اشرافهم وعلى تربيته الولد، اشراف على صحته وعلى اهتمامه فيه. فالإراءة هي حق للأم والأب، ما بتحتاج لدعاوى قضائية لحتى يكون الأب والأم عم يطلبوا عليها، هي مجرد قرار بياخذوه من القاضي بيطلبوا انه هو يكون في إراءة. القاضي هون بيشوف ظرف الطفل، هل هو قادر عن مثلا اذا هو مع الام والاب اللي عم يطلب الإراءة، فهو بده يشوف اذا هالطفل هل قادر الاستغناء عن خدمه امه، هل في مين يخدمه بالمحل اللي بده يروح عليه على الإراءة. غالبا الإراءة بتكون بالمكان اللي موجود فيه المحضون. اذا تعذر ذلك بيعود القاضي بيشوف بيحدد بقراره الإراءة امتى بتصير، غالبا عم تكون اجتهادا كل اسبوع، كم مدتها، وفي ناس بتاخذ اولادها 24 ساعه كامله اذا كان هو قدران يستغل. يعني مو ملزمين استاذه يشوفوا اولادهم بالمحكمه، يعني بالمقر. لا اذا هن اتفاق، بالعكس اتفاقيا هن هي المحكمه او مركز الاراءه هو اخر حل لما ما بيعودوا الاب والام رضيانين، يعني خلص عم يداقفوا بعض بالولد. تمام. فصار بده يلزمهم، بيقول له انا ما عندي بيت وهي ما عندها قرنه، هو بيقول له بعيد وهو بتقول له قريب، بيقول لهم لا اخي تعال قال لك مركز الاراءه موجود تبع المحكمه، نزل انت وياها بالساعه الفلانيه باليوم الفلاني بده يشوف ابنه هذا الصبي. ووقتها بصير اذا هي امتنعت او هو امتنع عن انه ترى، بصير في حبس تنفيذي لضمان الاراءة. يعني هي تفاصيل كثير مهمه ويمكن غائبه الحديث عنها. اشتغلت كثير بعض خليني اقول الوسائل، الدراما، المجتمع حاول يشرح هي التفاصيل من خلال اعمال، ولكن غابت هي التفاصيل اللي حضرتك عم تحكي عنها، ونحن اليوم مهم جدا ننتبه على هذا الموضوع. البعض مو بس بيتحجج بانه ما معه مصاري وما عنده مكان للاقامه، بتدخل الخلافات الزوجيه لحد بيصير تعهد من الام على الاب بعدم رؤيته وما إلى ذلك. قديش بتأثر الخلافات الزوجية اليوم على حرمان أحد الأطراف وخصوصا بعد الطلاق من رؤية الطفل أو لا؟ لا في شيء بيأثر على الحضانة على غير إلا بشروط كتير صعبة اليوم لأسقاط الحضانة أو عدم الإراءة. يعني بده يكون عنده، ممكن يكون عم يتعرض الطفل لخطر شديد، يعني بده تثبت الام او الاب انه هذا الطفل مع ام بوجوده لو خمس دقائق مع امه او مع ابوه ممكن يتعرض حياته لخطر او صحته لخطر. اما اكثر من هيك ما في، مستحيل منع الإراءة. او مثلا علي بيقولوا لك علي عنده مثلا مشكله، عنده قضيه وهو عنده مشاكل قانونيه، هذا الشيء بيمنعه انه يشوف اولاده مثلا؟ لا شو دخل هي بهي، ما لها علاقه الإراءة، ما لها علاقه الا اذا مثلا في عليه مشكله اخلاقيه. يعني هون عاد صارت القصه غير محلات، بصير سلطه القاضي التقديريه انه هذا ما خرج يشوف هذا الولد، بس هي كلها هي تقضى على سلطه القاضي. واسقاط الحق بالإراءة واسقاط الحق بالنفقه واسقاط الحق بالحضانه، يعني هذا شيء انا يعني هو شيء
من النظام العام ما بيحق لحدا يتنازل عنه. فأنا اليوم كتير بسمع من الناس إنه مثلاً بيقول لها خدي مقدمكم أخرك ولا طلقك بسرعة مثلاً تنازلي عن حقك برؤية الأطفال. من النظام العام ما بيحق له يعني ترجع بالطالب بالإراءة هي هيدي الورقة تبع التنازل حق قيمتها القانونية صفر رسمي. هلا في ايام القضاة عم يستدلوا فيها انه هي مخلوقه غير صالحه للحضانه بدعوى اسقاط الحضانه مثلا لما عم تشرح له ظروفها وكيف هي اضطرت انه تعطي هاي الورقه. كمان القاضي عم بيكون عنده سلطه تقديريه بموضوع قديش لها قيمه, بس هي قيمتها الحقيقيه صفر قانونيا انه هي تتنازل عن حضانتها او عن الاراءه او او, أو الا اذا راى القاضي غير ذلك انه من صالح من انه الطفل من صالحه انه هذا الاب او ما يشوفه او من صالحه انه هي الام تكون موجوده حاضنه له. كثير شفنا حالات للاسف مشابهه للحاله اللي ذكرتيها استاذه انه بيتم التنازل عن الاطفال, والسيده هون ممكن تصدق انه هي خلص تنازلت عن اطفالها ما بقى فيها هي الطالب فيهم, لهيك نوهنا انه هذا القرار هو ما نو صح ابدا. خلينا نضل بصلب الموضوع اليوم ولنفترض انه المراه والرجل ابوين ما نون قادرين على احتواء الاطفال ان كان بالبيت او بالطلاق, ما في تفاهم ابدا لا بالزواج ولا بالطلاق. اليوم عم يتم تشتيت هاي الاسره, عرفتي كيف؟ يعني ممكن عم يصير في هجر يعني شبه مطلقين ولكن الاطفال مشتتين هون. كيف ممكن انه الحل؟ يعني في تخويف كثير حول هذا الموضوع, ممكن المراه تكون خايفه. خلينا هيك نعطي شويه تفاصيل تضمن حقها اكثر, تكون هي اكثر جراه بايجاد حل لحتى هي ترسى على البر. اليوم القاضي له سلطه تقديريه بتقدير كل الظروف اللي عم تحكي عنها. لما بتكون ولكي الإراءة ومثل ما قلنا والحضانة هدول قرارات ولائية, يعني دغري القاضي بتقدمي له طلب بيقدم لك, ما في مانك مضطرة تفوتي تفاصيل بدعوى قضائية. يعني ما بترفع دعوى بتاخدي حكم, القاضي بيعطيكي فيها قرار فورا, يعني دغري بيعطيكي إجابة على طلبك. فاليوم هو هذا لازم يتفعل دور المحاكم الشرعية بطريقة أفضل, أنه اليوم تكون عن جد هو القاضي الشرعي هو مستشار لهي المرحلة, أنه أنا يا سيادة القاضي اليوم بمحل من المحلات مثلا الاولاد عم يتعرضوا لواحد اثنين ثلاثه, غالبا عم يكون في مجالس تحكيميه, غالبا لازم تتفاعل دور المجالس العائليه كمان لحل هي المشاكل. المشكله انه هلا كمان ما انا كنا عم نحكي على الفرديه شوي من الفقره اللي قبلها, لما بنرجع البني ادم لمجتمعه ولا اهله ولا لبيئته اللي بتقدر تلزمه بطريقه تصرفات معينه, انه في اشياء القانون ما بيقدر عليها, يعني بصير في هجر قاتل. يعني في هي الطالب بوجود الاب والزوج هو هاجرنا, هي بتقدر تطلب التفريق بسبب الهجر, بس ما بتقدر تطلب انه تلزمه بالوجود. شلون بدها تلزمه بانه يكون موجود؟ بتلزمه بالنفقه, بتلزمه بانه يكون حاضن اذا هي بتسلمه المحضون, اما ما بتقدر تلزمه انه يكون اب. يعني هاي القصه بهي الحاله انا مع فكره ما بدنا اياه. انا مع فكره الله معه, اللي ما بده يلتزم بعائلته الله معه. وهذا بتعطيها علل للتفريق, يعني هي بتكون دعواها للتفريق, طلبها للتفريق اقوى لما بيكون في هيدي الاسباب الموجوده بمجلس التحكيم, هي عم توضح انه هذا الشخص مو موجود بحياه اولاده, مو موجود بحياتي, لا يستطيع الانفاق علينا او يستطيع او ما عم ينفق. يعني هي بتعطيها اسباب للتفريق, بس صراحه لا احد يستطيع الزام الاب انه يكون أو الأم بأنها تكون. طيب في شغلة تانية كمان أستاذة لما اليوم من فترة تم تعديل بعض القوانين بما يخص الإراءة أو الحضانة وما إلى ذلك. سابقا كانوا يقولوا إذا الأم زوجت أو راحت الحضانة منها بتروح لستة, حاليا لا بتروح للأب. البعض شاف هاي النقطة جيدة والبعض أيضا لأنه في سلبيات بهذا التغيير. وليش دائما القانون مع صف الرجل هو بيقدر يكمل حياته ويتجوز وياخذ الأولاد, هي إذا تجوزت ما فيها تاخذ الأولاد. خلينا نحكي كمان هاي النقطة وقد ايه مهم اليوم يصير في تعديل. يعني هي ممنوع عليها تكمل حياتها وتشوف حياتها وتهتم بأولادها, بس هو مسموح عليه ومسموح كمان يصير لأولاده مرت أب. يعني هلا المشكله انه هون بترجع القصه للولايه الجبريه, انه هذا هو الاب الولي الجبري للاولاد
المفروض لو يكون موجود ما يربيهم رجال غريب. هي هيدا الفكرة الأساسية طبعا. فكرة أنه هي بتقدر هو بيقدر يتزوج هي ما بتقدر تتزوج تأخذ تحضن الأولاد خلال فترة الزواج. تربيهم مرأة غريبة عنهم عم يطلعوا معقدين وفي عندهم مشاكل يعني. نفس الشيء بيقولك إذا رباهم رجل غريب يعني هن نفس يعني أنت بدك تاخذي الوجهتين النظر لحتى تقدري توازني بيناتهم. هلا انا بالنسبه لي بهي المحلات بعرف انه اول شيء شرط القانون انه حتى الرجل يقدر ياخذ حضانه اولاده لازم يكون عنده من النساء من يستطيع حضانه هي الاطفال. فهن يعمل لك مرت الاب هل هي كفؤ ولا ما انا كفؤ، او احيانا عم يقول لك انه انا امي موجوده معي عم تقدر تربي الاولاد. هلا اللي لازم اقول لك يا سلمى بهي القصه انه انا صار جاييني اكثر من حالي عم تتطلق من زوجها الثاني بالمحكمة وترجع حضانة الأولاد وترجع تتزوج زواج خارج المحكمة الشرعية وتضل حاضنة لأولادها لأنه هي ما بتقدر تترك أولادها يروحوا لعند مرت الأب مثل ما قلتي مع أو جربت سنة أو سنتين لقيت حالة كتير تقيلة عليها وعم شنطتها كتير بالإراءة. فهذا عم يلاقوا الحل أنه هن يطلقوا على الورق أو بالأصل يتزوجوا خارج المحكمة الشرعية. زواجها شرعاً واقع بس ما في لا يمكن اثباته حاليا لانه ما في ورق ثابت، ما في ما مسجل بالمحكمه، فشلون بده يثبت الزوج الطليق انه اولاده متزوجه. وعم يلاقوا حل حاليا، فلذلك انا برايي التعديل ضروره لهذه لحل هي المشكله اللي صارت انه اليوم انت عم بيصير زواجات صارت خارج المحكمه، فانت عم تعمل مشكله عم تراكم مشاكل اكبر. لكن هي اللي عم تتزوج خارج المحكمه اذا جابت ولد ثاني كيف تتسجله؟ عود بعدين رجع لما يخلص سن الحضانة على 15 رجع فوت بمشاكل التسجيل أو رجع ثبت إنه هاي المخلوقة عم تفوت لعند يعني صارت في قصة كمان تانية إنه صار عم يراقبها الطليق ويقول إنه هي عم تفوت لعندها رجل خارج على خارج الزواج للأسف. فهي غير صالحة عم يسقط عندنا الحضانة إنه هي غير صالحة عم تفوت رجل بده تروح تثبت زواج. يعني عم نفوت المرأة بحالة من الضعف أكبر. أنا بتمنى لو يكون في منظومة أقوى تساعد المرأة تكون موجودة ومشاركة بحضانة أولادها وبتربية أولادها. أنا كمان يعني بيأسفني إنه أيام بيروح الأولاد لعند أمه بيرجع بياكل خناقة من أبوه إنه كل شيء تعلمته أو كل شيء سمعته أو كل شيء فهمته عند أمك هو غلط وما بيصير وأمك ما بينحكى على الأم بوجود الأب بوجود الطفل، أو بالعكس بيروح لعند أبوه بيرجع اسمعي لسه مراكز الإراءة بتلاقيهم هن الاثنين عم بيرضحوا لبعض بالمركز وهي عم تسب وهو عم يدي عليها. طب انه بالاخير كل هاد منظم لمصلحه الطفل الحمد لله ولا شيء عم يصير لمصلحه الطفل تفاديا لكل هي المشاكل. ولو باخر دقيقه اخذناها ذكرتي انه المراه فيها طالب بمسكن تسكن فيه هي واولادها بعد الطلاق والنفقة. نعم. قانوني شرعي. نعم. لها صح. نعم 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 بس هون ما حتقدر تتزوج. هلا هون خلص هي بغنى عن الزواج المهم تكون مع اولادها. بدنا نتشكر وجودك معنا استاذه لما وشكرا لكل النصائح والنقاط المهمه يلي ذكرتيها حضرتك. شكرا لكم. صحيح لقاء جدا مهم نتمنى الكل يتابعه ويكون في عنا هيئه الثقافه القانونيه. شكرا لوجودك دكتوره. وما بنتمنى يصير في طلاق هو ابغض الحلال ولكن ما بنتمنى يكون موجود. الله يبعد ويضل بيوتنا عمرانه بالخير يا رب. شكرا لك. شكرا لك استاذه. ممكن سلمى بعد الطلاق حتى يصير في حياه جديده اكثر ممكن يكون هو حل مناسب واكثر سلام. ما بيعرف حدا وين الخير. تماما. شكرا لك يا سلمى بنهايه هذا الصباح. بدي اتمنى لك بقيه يوم حلو بعيد عن المشاكل كمان. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. ان شاء الله نكون اغنيناكم بالمعلومات المفيده. بتمنى لكم بقيه نهار وبقيه اسبوع وختام شهر وتبداوا بشهر ايلول بكل خير وبكل طاقه حلوه. كونوا بخير. باي باي. أكيد عفاف صباحك حلو إن شاء الله يا رب ولكل مشاهدينا. وأكيد مثل العادة بكرة رح تكونوا مع بيست أوف لأهم المحطات ضمن صباحنا غير على مدار الأسبوع يلي مر. السبت رح تكونوا مع زميلاتنا وأيضا فريق أعداد جديد وفقرات جديدة. ضلوا بألف خير. باي باي.